وفي البداية بسم الله، الاجتماع اليوم كان اجتماع مثمر مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الكورة، وطبعا احنا كلجنة تنظيم المسابقات ولجنة التحكيم العامة اجتماعنا اليوم كان مناقشة الأمور السلبية والإيجابية اللي صارت في الأسابيع الماضية، والحمد لله يعني الأمور كانت طيبة، واثنين على الحكام وعلى المسؤولين في الملاعب وعلى الأمن، وكانت الأمور يعني ممتازة عرفت. وناقشنا طبعا بقية الجداول اللي في الأسابيع القادمة إن شاء الله، يعني حنضع جداول اليوم اللي هو الأسبوع السابع والثامن والتاسع، حيكون على بعض ثلاثة أسابيع بوضعها مع المراقبين. ناقشنا في عدة أمور طبعا تهم المسابقة وتفادينا حاجات، يعني أنت عارف كمال الله سبحانه وتعالى الخطأ الوارد، يعني كل حكم يخطأ، يعني هذه من أخطاء كرة القدم يعني كما يخطأ الرياضي. لكن احنا ناقشنا الامور هذه مع لجنه التحكيم العامه، وهم نظر ناقشونا في بعض الامور اللي سايره في الملاعب طبعا. وطبعا احنا طبعا في ملاحظات عندنا، يعني نحن نقولوا المباريات طبعا بدون جمهور، الا ان بعض اسرار بعض الناس، يعني عدد بسيط يعني دروا لنا مشكله.